صباح الخير. صباح النور مدام، مثل العادة أول وحدة. تفضل. شكرا. كلثوم مثل ما بتحبي. ما حدا بيحب يسمع ام كلثوم الصبح غير انا. جيب لي نسكافيه بحليب. بعرف حافظ درسي. ها بيعجبني فيك انك شاطر وبتعرف طلباتي مزبوط. ام كلثوم ونسكافيه بحليب. ولو يا مدام، صار لك سنه بتجي لعنا من اول ما فتحنا المحل، لا بدها فهم ولا بدها ذكر. سنه؟ يا لطيف كيف عم تمرق الايام بسرعه. ما عاد اعرف يوم من يوم. يلا أحسن، خليني أنسى شوي. عن إذنك. تفضل. والله ما بعرف. ليكو الباص اجا، قلت لي بيتاخر بده ساعه ليجي. تفضل استاذ، تفضل.
كيف لعبني رايكم؟ انا سابك لعند المختار عشان اخذ الورق. يلا حاضر بسرعه وعا تضيعهم. مرحبا. السلام عليكم. مرحبا يا عمو. علينا امي. يلا امي قول لابوك يجي بسرعه. الله يبعث كل ايام حلوه يا حبيبي. يا ميت اهلا وسهلا. والله نورتوا. خليك ان شاء الله بيت عامر دائما يا ابو عزام. كثير رح ينبسط بجيتكم وانا بعثت له خبر. لك ليش بعثتي له خبر؟ انا رايح لعنده. يلا بخاطركم. مع السلامه. اهلا وسهلا. بلم هلي خليكي. والله عزيزي على طول بتقلي بدي اروح لعند مزنة. من يوم ما عطلت من المدرسه وهي بهالبيت لا طلعه ولا فوتي. ومزنة نفس الشيء الله وكيله. صار لها فتره عم تنقع على ابوها بدها تجي لهون. الحابه تقعد عندكم كم يوم. يا ميت اهلا وسهلا فيي وفيكم. خلينا اياكي. خبريني كيف جيرانك؟ ان شاء الله هيك منا. كلهم منح كويسين ودائما بيسالوا عني. تسال عنك العافيه. الله يخليك. ما في منك. الله يخليكي يا رب. الله يخليكي. لك مطير العقل كل الطريق هو عم يطلع فيني. شو شخصية؟ شو مرتب؟ باين شغلي. ايه نيالك. نيالي؟ على شو يا حسرة؟ إذا لا عرفت مين هو ولا شو اسمه؟ إذا طول الطريق ما استرجع يحكي مع بابا كلمة. وماما؟ عينك تشوفها شو عملت طوال الطريق هي وعم تتزور وعابسة فيه. تقولي بده يخطفني من بين إيديها. بتعرفي مزنة؟ يا ريت انا يجيني شي واحد ويخطفني عصان ابيض لك اسود. المهم يخطفني. لك منين بده يخطفك؟ اه منين بده ينزل عليكي؟ من السطح؟ لك اذا الباب ابوك ما بيخليكي تفتحي. مو مثل بابا. حبيبي يا بابا بيفهم علي وبيحس فيني. بتعرفي انا بحسه رفيقي. بحكي معه وبرتاح اكثر ما ارتاح مع امي بالحكي. يا استي رح اقعد وانطر كل عمري بركي بيجي. شو ورعي مزنة؟ انا ما بحب المدرسه. يعني أنا معني مثلك شاطرة والأولى على صفك. تعرفي إجا واحد لحتى يخطبني من بابا هو بيقربه. قام قال له لأسأل البنت بالأول. إجا بابا وسألني. قلت له لا لأنه أنت وعدتني إنه ما تجوزني أو تخطبني لبعد ما أخذ الشهادة. قام اعتذر منه وقال له ما عنا بنات لجواز هلا. نيالك يا ستي. نيالك على أبوكي ونيالك على شطارتك. نيالك على حياتك كلها. سلم لي على المختار وقول له بكره بمر لعنده. على عيني. استاذ رامي. استاذ رامي. ها طمني عرفت لي شيء عن الجماعه اللي كانوا بالباص؟ احلى اخبار. ضليت لاحقهم لحتى عرفت البيت وينه تماما. حلو. قلت شو بدي ساوي؟ قلت احسن شيء اعمل حالي عم بلغ بالمحكمه. ايه؟ دقيت الباب طلع لي واحد. قلت له هون بيت زكي محمود؟ قال لي لا والله هون بيت ابو عزام الزيات. ابو عزام الزيات ما غيره؟ لك ايه. لك احرق عريشك قدر فيه كثير. الحمد لله ما طلع مش بدنا فاشل. اسمع اسمع ايه؟ روح هلا اسبقني على المحكمة وجيب التباريخ. يلا تأمر أمر أستاذ. تأمر أمر. يلا يلا. بس لك خيط هالبانيات وعم بعمل لك طبخة ثانية. ليه عم تعذبي حالك؟ والله لسه عندي ملعقة دنيا عم تجيب المرة. والله تكرم عينك. الله يدلك يخلينا إياك يا أم عزام. عزيزة يا عزيزة تعي أمي تعي خدي الصحون حضري السفرة هلا بيجي أبوكي وعمي. يلا حبيبتي يلا. أمي يلا سيبي حبيبتي سيبي بيسلم لي هالطول أنا. يخلي لك يا عائلة. الله يخليك. الحمد لله نشكر الله. انتم طمنوني عنكم. والله نحن بألف خير مشتاقين لكم. الحمد لله نشكر الله. الحمد لله. في زيت ظريف؟ يا أهلين وسهلين بالأستاذ رامي. شرفت أستاذ. أهلا وسهلا. شلونك أبو عزام؟ والله الحمد لله من الله بخير. بس من عبد؟ لا والله. طمني شو صار قصة عبدو؟ ماشي ماشي القضية لا تخاف. مرحبا. أهلا وسهلا. صديقي وصاحبي وحبيب عمري وجاري بالشام أستاذ يوسف. تشرفنا. يمكن التقينا بالباص. مزبوط أستاذ. إيه صحيح جينا سوا.
طيب عن اذنك شوي. صاير شي بالدعوة؟ اخي انا هلا لي دعوة عندك، ما فيني اشرح لك كثير، بس هذا الرجال اللي قاعد عندك في عنده بنت طيرت لي عقلي، انا بدي هاي البنت اطلبها وبدي الموضوع منك وبشطارتك. يعني بدك يعني انا احكي معه؟ اخي تحكي معه ما تحكي معه الموضوع بده يصير. بس انا بعرف ما بده يجوزوا البنت لانه بده تكمل علمها. اخي بده يجوزوها، ما بدهم يجوزوها، هاي البنت من نصيبي. قول ان شاء الله. ان شاء الله وبهمتك معي. لك يا بيت اهلا وسهلا، شرفتونا والله. ما في ان شاء الله بيتعمل. حضرتوا محضر واجبكم. الله يعزكم. سلام يا عمو. يسلم ويتعافى. تفضل تفضل. شرفتوا بيت اهلا وسهلا. الله يخليك وديمك. من عادة ابو مزدح ما في شيء من قيمتك. لك الله يسلم هديات. ناطرينكم هلا تاخروا. يا سيدي كم يوم تفتح المدارس؟ بدنا نخلي مسنا عنا شيء اسبوع. لا الله يخليكي، اكثر من يومين ما بدي اقعد بلا اسبوع. بس يومين امي، نحن هيك اتفقنا، بعد بكره بيجي ابوك بياخذكم. يلا يلا يلا. السلام عليكم. الله معك. مع السلامه. مع السلامه. قلبي حبيبي حياتي، مشتاق لعنيك مشتاق لك مشتاق، وانا لسه مقابلك وفي عز الشوق يا حبيبي، وفي عز الليل بكتب لك بكتب لك، نور عيني روح قلبي حبيبي حياتي، مشتاق لعني مشتاق لك مشتاق، وانا لسه مقابلك. كانت كل واحدة فينا مفكرة عمرها 40 سنة. يا الله شو كنا عاملين حالنا كبار. نسينا نلعب، نسينا نركض، نسينا نتخانق. يا الله شو بترجعيني لبنت صغيرة عم تحب لأول مرة. والله بحب صوتك وبحبك، بحبك لأنك علمتينا نحب. صباح الخير ابو عزام. صباح النور فرزاني.
خير؟ شايفك جاي بكير على البلد. انا جاي اليوم لعندك خصوصي. جاي تبشرني انك ربحت الدعوه اللي انا رفعها لعبده؟ ما حزرت. ما بتربح دعوتك؟ خلص لي شغلتي عندك. شو صار معك؟ لسه ما حكيت مع الاستاذ يوسف. قلت بس يجي ياخذ بنته بفتح معه الموضوع. ليش هي عندكم؟ اي نعم. خليني فوت شوفها. ما بيصير يا استاذ رامي، البنت امانه عنا، ما حلو بحقنا. يا اخي فضني مرقت صدفه، فت لعندك وشفتها. خلينا بعد الظهر، هلا الجماعه نايمين. ابو عزام، والله العظيم ما بعرفك بخيل، خلص، خذ شرب القهوه. شرف. يا الله يا الله. يا الله. تفضل استاذ رامي، تفضل. شكرا. شرف. شكرا. ساولنا قهوة يا جماعة. صباح الخير عم. أنا بساوي القهوة عم. هذيك الساعة اللي كترت فيها غلبة وساويت القهوة، يا ريتني ما شفته. ايه نصيب، والله نصيب. الورق اللي طلبتهم مني قال لي المختار بكرة رح يعمل لي اياهم. ليش جعتي بالصينية؟ دلقت القهوة عليهم. لا مو حطيهم حبيبي، روح جيبي لنا صحنين نضاف. الله يرضى عليك. من ايدك بركة يا أنسي. شكرا. العفو. وقتها حبيته. يمكن ما كنت أعرف شو يعني بنت تحب شب، بس قلبي دق كتير، إجري رجفوا وعيوني زاغي. هاي كليات علامات الحب، هيك كانوا يقولوا البنات. تفضل. يسلم والدين. ما عرفنا عن انس يا ابو عزام. مزنة بنته للاستاذ يوسف اللي شفته عندي امبارح، ورفيقة بنتي، يعني بدك تقول مثل الاخوات هي وعزيزه. انا شفتك امبارح نحن وجايين. معقول انا ما انتبهت لك كل هالحلاوه؟ شو اللي عم على قلبي لحتى طارق لي فيه؟ يمكن لاني كنت صغيره، يمكن لاني كنت حبه لابي، يمكن دقت قلبي اللي حيرتني وما خلتني اعرف الصح من الغلط، ويمكن كتير شغلات ما بعرفها. عزيزي قومي حضري، مين في عنا؟ الشاب اللي حكيت لك عنه قاعد هو ابوكي بارض الديار عم يشربوا قهوة، انا عملت لهم القهوة بايدي. قومي شو في؟ حلي عني. الله منك يا الله، لو بتعرفي شو عمل فيني ما بعرف، تكركبت. قومي قومي شوفي، فيكي تشوفي شوفي شو حلو. يا لطيف شو غليظة لك تضربي انت وياه اللي عم تفيني من احلى نومي مشان اشوفه. طيب بس قومي شوفي، لك شوفي قديش الشخصية. لك ما بدي، روحي شوفي لحالك، تركيني نام. ينام. شكرا كثير يا ابو عزام، شكرا. والله ما بتطلع والله. مع السلامه. شكرا كثير. كل الذوق. شكرا. ايه يا عمو مزنه،
جاكي عريس، الشاب اللي كان عندنا الصبح، رامي آمن، هو كثير معجب فيكي وحابب يخطبك، بقى انت شو رأيك؟ مثل ما بده بابا. انا بدي افهم منك، انت عاجبك؟ مدرستك يا عنسي، مع الاساس بتقولي ما رح تنخطبي لحتى تاخدي الشهاده؟ عزيزه اسكتي انت، هي بتحكي حكي اكبر منك. لساتك صغيره يا بنتي. امي انا ماني صغيره، انا عمري من عمر مزنه. على كل اليوم جاي ابوك وانا رح افتح الموضوع معه. يا ريتني وقتها ما كبرت، يا ريتني تميت مثل عزيزه صغيره وما خرجي احكي حكي كبار. يا ريت يا ريت. اوف شو عم اقول كلمه يا ريت، ما اللي صار صار، وكلمة يا ريت ما عادت تنفع. يا الله شو انبسطت عندكم؟ انبسطتي عنا ولا انبسطتي برامي؟ ما بعرف. يا يوسف، الأستاذ رامي طلبها مني رسمي وهي هي كل القصة. شو عم تحكي يا رجل؟ مزنة ما خرج جواز، لازم تخلص تعليمها، بعدين بيني وبينك عم بيجيها خطاب كتار ونحن عم نرفض. بس البنت كأنه رضياني، أنا هيك حسيت. أخي لا تحس ولا شيء، بنتي وأنا بعرفها، ما في شيء بذهنها غير مدرستها. على كل، الأستاذ رامي رح يمر لعندكم، طلب مني العنوان وأنا أعطيته إياه، وطلب مني روح معه لعندكم، بس أنا اعتذرت لأنه والله عندي شغل. على كل حال اهلا وسهلا فيه، خليه يتفضل ونشوف شو الله بيقدر. مزنا بابا، يلا حبيبتي تاخرنا، يلا الله يوفقك دايما ان شاء الله بالافراح. صحه وعافيه ان شاء الله بيت عامر. عزاك ولدها، والله ما شفناكي مثل العالم. شو بدنا نساوي؟ بتعرفي مالي قلب بترك بيتكم، يا الله شو بحبوه. ويا الله قديش كرهته لهالبيت، كرهت حيطانه، كانت ساعه نحس، استغفر الله العظيم. هيك الله رايد، الله ما بيريد الشر للبني ادم، البني ادم بيكون غبي. شو دخل اذا ما عرفت نقي منيح وشوف منيح واختار منيح؟ شو دخل؟ مع الباص؟ لا والله ما طقته، هذا الشاب شكله ما ريحني ابدا. طولي بالك، نحن بنستقبله، بنشربه فنجان قهوه وبنعتذر منه مثل كل العالم. انت شو صار لك؟ عم نقول لك البنت ما عم تقبل تنخطب، ليش لحتى نستقبل خطابين؟ ماما انا عاجبني الشاب. والله؟ ومدرستك؟ بلاقي الحل. هلا انت شايفه انه هذا الشاب بيستاهلك؟ بعمري ما رح اشوف احسن منه. بس انا ماني موافقه. وشو ما صار يصير؟ بابا مشان الله شوفوا، بس شوفوا. يا ريتهم ما شافوا ولا عرفوا، ما كنت مفكره انه رح يكون عدو. يا ريتني سمعت منك يا أمي، طول عمرك ذكية وبتفهمي الناس، بس أنا وقتها ما كنت أفهم. سامحيني سامحيني لأني قلت لك لأ وما رديت عليكي،
وقفت بوشك يا أمي، كنت بحبك كتير كتير، بس رامي عماني ما خلاني أشوف غيره، سامحيني. يا أهلا وسهلا. شكرا كتير. شكرا كتير. شرفتونا. شكرا الله يخليك. كلك زوج. مع السلامة. مع السلامة. ما حسيتوا قديش هو ملعون وكذاب؟ خلاص بكره نروح لعنده على البيت، مو قال بانه بيته جاهز وساكن لحاله؟ حاسه كانه عم يزت هالبنت بجوره، ما تحت له ما تحت له. بس البنت بتحبه. بنت لساتها صغيره وما بتفهم. شو بدنا نعمل يعني؟ نحن عودناها على انه تقول يلي بدها اياه ونوافق عليه، ما لازم نغلط نحن. خلص شو بدنا نساوي؟ بنت بتحبه. يا رب يا رب تنور بصيرتها يا رب. يا رب تحميها من كل مكروه يا رب. يا رب يا رب يا رب. والله استجاب لدعوتك يا أمي، حماني، بس دفعت الثمن غالي كتير، دفعت أحلى سنين عمري. بس والله والله ما عشت الحلو إلا معكم. كانت الأيام في قلبي دموع بتجري البنايه. حاسه حالي كانه جاي على الذبح، واحد ماني طايقته، ماني مرتحت له بنوم. خلصنا جميله، كرمال خاطر البنت، ما بنكسر بخاطره، خلص خلينا نشوفه نتعرف عليه ونسال بعدين بنقرر. عم اقول لك قلبي ناقصني منه، ماني قدراني اشوفه، بدي روح. خلصنا جميله، عيب، وعدنا الرجال ما بدنا نطلع اولاد صغار قدامه، يلا خلصينا. امري لله، رح طوعك لشوف اخرتها معك. يلا الله يرضى عليك، يلا ليش انا مبسوط فكرك؟ يا ميت اهلا وسهلا، شرفتوا. شكرا. اهلا وسهلا، تفضل. اهلا وسهلا فيكي يا ميت. اهلا اهلا وسهلا، شرفتوا. هذا الرجال فير عنا هون بالحاره وانا بساعده هيك وبيتعيش. اهلا وسهلا فيكم، تفضلوا تفضلوا. الله يجزيك الخير. تفضلوا. عادي صار مدام، تفضلي. وسهلا، شرفتوا. يا ميت ألف أهلا وسهلا، شرفتي أنس. أهلا، شرفتوا أنس. أهلا مدام. والدتي عايشة بالضيعة وزايرة عندي هلا كم يوم. ليش واقفين؟ تفضلوا 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 تفضلوا. يا أهلا وسهلا، تفضلوا استريحوا. يا ميت أهلا وسهلا. ولك يقبرني هالطلة، نيالة نيالة اللي حتكون من نصيب ابني، حتكون أسعد إنسانة بكل الدنيا. إيه صدقوني، ابني رامي أحلى شاب بكل الضيعة. إيه لك شرفنا دم قلبنا عليه، دم قلبنا لسويناه أحسن محامي بالبلد. الله يخلي لك إياه وفرحك فيه. تسلم. وبعدين ابني كل قرايبينا وجيراننا وبنات العيلة كلها كلهم قاتلين حالهم عليه. اختي لك، اختي اللي هي اختي انا وياها، ايه تزعلنا كرماله. ليش؟ قال بده وحده غريبه، بده بنت غريبه. ها ايوه مزبوط مثل ما عم تقولي بقلبك، نصيب. ايه والله كله نصيب. Thank you.
وان شاء الله البيت ملك. اي طبعا طبعا ملك. سوينا قهوه امي. اي على عيني. شلون بتحبوا تشربوا قهوتكم؟ ما بدنا غير سلامتكم. قهوتكم مشروبه. ما بدنا نعذب الوالده. لا ما بيصير. بعدين نحن كل مين بيحبوا رامي بنحطه على راسنا من فوق. الله يخليلكم اياه وبيت عامر ان شاء الله. وينه وينه ابنك المحتال وينه؟ خير شوفي هلا بدي اياه. يروح عم يروح اجلها لبعدين. هلا في عنده اهل البنت يلي بده يخطبها. بركي بعد ما يروحوا بيرضى يشوفك. اروح هيك شي شو هن مراي. مرحبا يا جماعة. نصار المحتال ابن الحرام فوق مين؟ انا نصار. انت يعني ما بتحكي يا اخ؟ عن هذا المحامي اللي فوق. انا صاحب بيته وصار له سنه كامله ما دفع الاجره بحجه انه بده يشتري البيت ويتجوز فيه. والله ما لي خايف الا يشلحني البيت والله. وفوق هيك عم يلم المصاري من رقبه الناس اللي عم يوكلوه هالمساكين هدول. ولاحظت امه وابوه فوق. هلا هذا الرجال اللي شفناه فوق بكون ابوه؟ ايه يا خانم بس بيخجل منه. وابوه عم اضرب منه. كان كل شيء يحطه بزنته. الله لا يوقعكم معه بشي قضيه بجاه النبي. الله لا يوفقه بجاه النبي. واحد ابن حرام. الله لا يشعر بجاه النبي. إذا الواحد ما في خير لأبوه لمين بده يكون في خير؟ لا 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 خليني مع أم كلثوم. ما بدي أتذكر. ما بدي أتذكر. ما بدي أتذكر. لو جنيت ما بعطيها اياه. نسيت حالها قديش مدلل اللي عنا واللي بدها اياه عم بصير. القصه مو ظابطه بنوب. شو نحن ملاقيينها بالطريق لحتى نزتها هالزته؟ لك يخرب بيته شفتي قديش تلبك؟ لما شفنا ابوه عم ياكل بالمطبخ مفكرنا ما راح ننتبه له. لك يخرب بيته انا ما حبيته واحد كذاب. قلت لكم عنه كذاب ما حدا صدقني. اللي ما في خير لاهله ما في خير لحدا. طب هلا قولي لي كيف بنشيل هالفكره من راس البنت؟ غصب عنا مو بطيبه. ان شاء الله. أهلين بابا. خبروني شو صار معكم. شو بدنا نخبرك؟ مو رحتوا لعند رامي؟ يا ريت لا رحنا ولا اجينا. اسمعي لي قلي ايمتي هاي الفكره من راسك. شو بها ماما؟ عودي حبيبتي. بابا فهم علي. نحن شي وهن شي. الامور ما رح تزبط معك نهائيا. لمصلحتك انا شفت هيك من اولتها. بابا اذا فرش البيت عتيق وما عجبكم رامي بغيره. ما سمعتوا؟ قال لك انه هو مستعد يعمل كل شيء بدكم اياه. مزنة في شيء غلط. في شيء غلط بالموضوع. يمكن هلا ما تفهميه. بس انا بدي اياه. انا حبيته لرامي. وانت عودتني تحترم رايي. خلصنا بقى مزنة.
تنتهي منها هلا، بتحطي عقلك بدراستك وبس. مرحبا استاذ رامي، بحب خبرك انه ما في نصيب. لا ابدا ابدا، البنت بدها تكمل دراستها. شبك كيفه؟ اهلين اهلين سمر. وزنا بكره بدي اشوفك الساعه 10 الصبح بالجنينه، اوعي تقولي لا. ايه طيب طيب اوعى تنسي. ها لا شو انسى، ليكي بكره بمرق لعندك وبنطلع من عندك نشتري هديه لصفاء من السوق. باي. لا لا ما فيني اقعد، مستعجلة كثير. لك عدي نحكي لك كلمتين. قل لي شو بدك مني بسرعة، ما فيني اتأخر، هي أول مرة بكذب على ماما. حبيبتي بزعل منك عن جد، هذا الكذب الأبيض اللي عم تكذبيه مشروع، بعدين أنا وياكي عنا قصة، يعني حياتي أنا وياكي أهم من أي شيء بالعالم. اسمعي لقلك، امبارح أبوك اتصل فيني وقال لي مالنا موافقين، بقى أنا بدي أفهم منك، أنت بتحبيني ولا لا؟ بحبك قد الدنيا. لكن لازم نتجوز ونحطهم تحت الأمر الواقع، هذا حبنا لازم ندافع عنه، يعني يمكن يزعلونهم هيك كم يوم بس إلا يرجعوا ويصالحوك. بس لا بس ولا شيء، بكرة بتجيب تيابك أو قلك ما تجيب شيء، أنا بشتري لك كل شيء.
منروح لعند اختي عضيعة، منجيب الشيخ وبنكتب الكتاب ومنتجوز. ايه بس انا بعرف انه بيكتبوا الكتاب بالمحكمة، ما هيك؟ ما بيمشي الحال بالمحكمة، لازم يكون معك ولي امر. طيب واهلي؟ والله اذا دريوا بجنوا. بدك تتحملي لانه هاي قصة حب كبيرة، بدك تتحملي لبين ما نجبرهم يعملوا اللي بدنا اياه. طبعا هذا اذا كنتي انت بتحبيه. بحبك والله بحبك، بس كمان بحب اهلي. ليكي اذا ما اجيتي راح تسمعي انه رامي انتحر. رامي انتحر لانه خسر البنت اللي بيحبها. بعيد الشر عنك، والله اذا صار لك شيء بجن خلص مثل ما بدك. بكره نزعت لي كل حياتي، علمتني الكذب، علمتني خبي على أمي، علمتني كون أنا. يا ريتني وقتها ركضت ورجعت لعند أمي وخبرتها، يا ريت اعترفت له لأبي، يا ريتهم حبسوني وما خلوني أقرب منها. أول مرة بندم لأنهم عطوني الحرية والثقة. يا ريتهم ربطوني بالجنازير وما قدرت فك حالي منها، بس لحتى ما أشوفك. مرحبا. يعطيك العافية. الله يعافيكي. شو؟ وين أمك؟ وزنا راحت لعند الفيتا، قال جاي عبالك تسلم عن شوي. يلا مد ايدك. وكيف لقيتيها؟ زعلانة شي؟ لا الحمد لله، عم تنط نط، عمري ما شفتها فرحانة مثل اليوم. الحمد لله. الحمد لله. أنا شو عملت؟ وليش؟ مشان شو؟ مشان شوية كذب؟ مشان بكرة اللي كله وهم وهم وهم؟ ليش؟ هذا بيت اختي هون، اعذريني دقيقة. اسمع زكي. ايه استاذ. بعد شي ساعتين بتتصل ببيت يوسف ابوها لمزنة، وبتقول له ما تخاف على بنتك هلا بالحفظ والصون، هلا هي مع جوزها، وبتقول لهم اذا حبوا يحلوا القصة حبية ما عندي مشكلة، ننزل على المحكمة ومنثبت الزواج، ما حبوا يستفلوا اتركهم، هي صارت مرتي على سنة الله ورسوله. لك يا احلى استاذ يا ابو الحجج والبراهين، انت لك مين بيقدر لك انت؟ مين احلى استاذ بالبلد؟ مكان شو؟ عم نلعب. لك جميل شو القصة؟ صارت الدنيا ليل لحد هلا ما بينت البنت، وين بيت رفيقة؟ بعيد من هون؟ لا يوسف لا، مو بعيد كتير، خلص هلا ما بتشوفها غير رجعت. استغفر الله العلي العظيم. ما بعرف
قلبي لأسني من جوا، ليش؟ ما بعرف، ما بعرف. اللهم اجعله خير، ليش هيك عم تحكي؟ قول إنه أنت مو متعود تقعد بدون مزنة. يا يختي العين عنا، بتعبي البيت كله. بتعبي البيت. لك مزنة بتعبي الدنيا كلها. الله يفرحني فيها ويخلينا اياها بجاه الرسول. بتعرفي؟ بدي اشترط على الرجال اللي بده يكون من نصيبها انه يسكن معنا هون بالبيت. بتعرفي لك جميلة، والله العظيم نحن من دونها منموت وبننشف. اي والله. بابا والله أنا اللي بلاك انشفت، بل عيونك الحنونة ضعت. وين بدي شوف مثل عيونك اللي دورت الدنيا كلها للاقي مثلهم وما لقيت؟ وين؟ سامحني سامحني، عذبتك أهرتك، سامحني يا بابا، سامحني يا كبير، سامحني يا أبو مصنع. الو الو، مرحبا. اهلين اهلين، مين عم يحكي؟ انا رفيقه لبسام عمر، جاركم بالحاره. اهلا وسهلا، شو بتأمر اخي؟ ما يأمر عليك ظالم. شو بدي اقول لك استاذ، انه بنتك والاستاذ رامي سافروا لوين ما بعرف، بس هو بيقول لك انه لا تاكل همه لانه هو بيعرف كيف يحافظ على مرته. مرته؟ لك مرته لمين يا اخ؟ مرتنا الأستاذ رامي. بنتك مزنة جوزها الأستاذ رامي على سنة الله ورسوله، وهو بيقول لك إنه تارك لصلح مطرة. يعني أنت ما بتحب بتدفش باب البيت وبتفوت ميت أهل وسهلا. جلطة دماغية، تعرض لصدمة شي؟ صدمة كبيرة دكتور، حدة حيلة. لازم انقلها على المستشفى فورا. حاضر حاضر، معافى ان شاء الله. معافى قلبها. يا سيف
تعالي وينو رامي؟ بدي روح على البيت، خذوني لعند أهلي مشان الله. لك شبكي ولك سدي بوزك فضحتينا بين الجيران، ولك شو بده يحكوا علينا الجيران؟ آه شو بده يحكوا؟ بدي أهلي. على شو حبيبتي؟ لو أكلي هم أهلك ومرباية عند أهلك ما بتهربي معه، فهمتي ولا لا؟ ليك حبيبتي الجيران كلهم بيعرفوا إنه أخي تزوج وجاي لعندي كام يوم شهر عسل، فالله يخليك ويرضى عليكي. ما بدي فضايح، لأنه إذا جوزي عرف بيطلقني، فهمتي ولا لا؟ طيب طيب بس قولوا لي رامي وينه؟ لا إله إلا الله، نزل قال عنده شغلي بيخلصها وبيرجع. مرحبا يا عروستنا، أنا جارتكم مصطفى ساكن هون، إذا بتعتازي أي شيء دق علي الباب. الله يعطيكم العافية. أهلين مصطفى، كيفك؟ شو أخبارك؟ الحمد لله، الحمد لله، وإن شاء الله ألف ألف مبروك. الله يخليك، إن شاء الله أنت رزق تنفع لي والشرفين. الله يسلمك يا رب. الله يبارك فيك يا رب. تفضلي. يلا هات ساعتكم. لك الله لا يوفقكم واحد يقول للتاني الله. مشان الله خلصي ليه؟ خلصي. إذا أبوك ما عرف يربيك أنا بربيك، فاهم علي؟ ليش عم تحكي معي هيك؟ لأنه أنت الغلطانة، دعيت لي أختي وقالت لي عن الساعة كل واحد. اسمعي، تعدي من تم ساكت لبين ما ندبر حالنا ونسكن ببيت، فاهم علي؟ طيب وأمي وأبي شو؟ ما بعرف، بعدت لهم يصالحونا، إجوا أهلا وسهلا، ما إجوا يصطفلوا، 60 عمرهم إن شاء الله. طيب طيب بيتك شو صار فيه؟ بيتي أخذوا صاحبه، بس أنا رافع عليه دعوة، وأكيد رح يرجع لي. طيب انا ما بقدر اضل عايشه هون حبيبي، انا ماني متعوده. مو متعوده؟ لك شو ابوكي كان معيشك بقصر ونحن مالنا قد المقام؟ اسمعي وليه بدك تعيش هون غصب عنك؟ على كيفي، على مزاجي انا، ما عجبك بدي اقي راسك بكل هالشجر اللي حواليك. مشي يا دامي بيه، مشي يلا. رامي حبيبي أنا ما عم تركب معي لهلا، ليش هيك عيطت علي اليوم؟ لأنك بتستاهل. الله يسامحك، فوق ما تركت أهلي وهربت معك خطيفة. مو أنا اللي بتقلع، وأهلك لسه رح ربي الأرض فيهم، رح كسلهم راسهم. معناته انا شو لازم اعمل باهلك؟ ولا كلمه، اوعي تجيبي سيره اهلي على لسانك. ليكن من الحين برا نايمين على الارض وانت نايمه على تخت هون. بتكرهني لهالدرجه؟ ليش تجوزني؟ بحبك، لاني بحبك، بس ما بحب الانزعه. انزعت شو؟ انزعت شو؟ انت بتعرفي انك منزعه. انا ماني منزعه. برا ليه؟ لا تنزل، لا تنزل، لا تنزل. شو مو عاجبني؟ شو مو عاجبني؟ قد ما عاجبني جسمي لهلا عم يوجعني، الله يكسر ايديه. لا لا، الله يسامحه، هي غلطتي أنا، أنا اللي بستاهل، أنا.
مزنا 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 حبيبتي ليش راكبة خير في شي؟ وينو رامي؟ لحق وحماتك ليش ما اجت معي؟ بدها تجيب اغراض الحمل. هيك كانت لو رامي. اهلا وسهلا يا بنتي تفضل. يلا يا بنتي اطلعي. ما معي مصاري توصلني. ايه تكرم عينك عمو ولو. تفضلي 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 يا عم. اهلين يا بنتي. اهلا وسهلا. Thank you.
مزنة. ما بدنا نحكي شي هلا، الغلط بعدين نشوف كيف نوصلها. لا ماما لا، أنا السبب اللي صار لأبي، أنا السبب. يا إلهي يا أبوك، رأيتي بإذن الله. كثير حتضلي أحلى شيء لحياتنا. رح تقدمي فحصك وتنجحي السنة، معين؟ رح تقدمي فحصك وتنجحي. ما هيك يا يوسف؟ مزنة؟ شو أمي؟ لساتك فايقة؟ الساعة صارت ثلاثة؟ فقت لعطي أبوك دواء، قمت لقيت ضوك شاحن، في شي يعني؟ خايفة من رامي، خايفة يعمل لي شيء، هذا واحد فظيع بخوف. لك يا أمي، مفكرة الدنيا سايبة يعني؟ والله اللي بيقرب ناحيك لحتى أقتله بيدي هدول. لا تخافي أمي، لا تخافي، اتكلي على الله. هو يددني، قال لي والله لا أحب أن أشوف أمك وأبوك. أخ أخ، لك والله من أول ما شفته ما ارتحت له، حسيته قديش لئيم وكسر. اسمع هذاك اللي اسمع مني، سماهم في وجوهي مني. يلا حبيبتي معلش، نامي هلا ولا تفكري غير بدروسك. نامي حبيبتي، نامي. شو فياتك؟ ليكو ما عرفتيني. خير شو بدك؟ في حدا بدق للتاني بهالوقت؟ ايه بس انا مو حدا. ما اشتقتيلي؟ انا اشتقتلك كثير. خلصني، شو بدك؟ انا بدي اياكي. لا تحلم. ايه بس انت بتعرفي وقت اللي بحلم بقدر اعمل اللي بدي اياه. قلت بدي اياكي واخذتك غصبا عن ابوك، وهلا اللي بدي اياه بده يصير. انا ما عدت صغيره، انا كبرت كثير. طيب 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 حبيبتي، خلينا نشوف بعض وبنحكي. انا والله ما عندي حكي. لا 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 لا، بدك تحكي غصبا عنك، انا ما بقبلكم مسخره لحد. ايه فهمت. المهم تكون عايش تحت جناح امك وتعمل حياتك مثل ما بدها امك وتحت امر امك. اسمعي 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 لقلي، اوعى تجيبي سيره امي ولا، فهمانه؟ انا ما دخلني لا فيك ولا بامك، روحي لقادك عند غيري. ولا اقول لك
رح شوف لك طبيب نفسي لحتى تتعالج عنده. ليش شايفتيني مجنون؟ لا مريض. ايه بدي دفعك الثمن غالي انت واهلك. هاي شغلة كتير صغيرة بالحياة اللي مليانة شغلات أكبر وأكبر. الحمد لله أني انتصرت. الحمد لله رجعت بوزنة اللي كنت أحلم فيها. كل الفضل بيرجع لكم انتو اتنين. إلك يا أبي وإلك يا أمي. اشتقت لكم كتير كتير كتير. اشتقت لكم. مرحبا. عفوا مين حضرتك؟ انا اخته لرامي. تشرفنا. خير شوفي؟ تفضل. هدول اغراض مزنة. ما بدنا منكم شيء. بس ما بيصير. لازم يرجعوا اغراض مزنة، خاصة بعد وفاة رامي. ليش مات؟ نعم مات. او وصلوه عباب المحكمة. فيني أطوي هالصفحة الوسخة من حياتي. أنا ما هتخاف من شيء وما هتتذكر أي شيء. الله كبير يا بابا. الله كبير يا حبيبي. الله الحمد لله.